يا هلا وسهلا وحياكم الله مشاهدينا الكرام ومتابعين برنامج نبض الأصائل في حلقة جديدة. عدنا لكم من برنامج نبض الأصائل ومن الموسم الأضخم في عدد الجوائز والأمتع في رتم السباقات، موسم سباقات الرياض. فقراتنا لازالت مستمرة وكواليسنا لازالت مستمرة ومتنوعة، خليكم معنا، تعالوا نشوف كواليسنا وحدثنا لهذا الأسبوع. يا اهلا وسهلا، وصلنا معكم في الفقرة البيطرية ومواضيعنا المختلفة اللي راح تكون مصاحبة مع موسم سباقات الرياض ومع دكتورنا وليد رئيس اللجنة البيطرية. يعطيك العافية دكتور وليد. اهلا وسهلا يا احمد وحياكم الله من جديد، وان شاء الله انه يكون موسم الرياض يعني موسم مختلف، وان شاء الله نقدم فيه ما يحوز على رضا المشاهدين. موضوعنا اليوم مهم جدا عند كثير من يعتنون في الخيل وخصوصا من المدربين. اليوم انتقلت الخيل من موسم سباقات الطائف الى الرياض، تغير المناخ، تغير فيسيولوجية كبيرة جدا للخيل. عادة الخيل تأخذ وقت معين للتكيف، أبرز الأمراض اللي تكون مع الخيل في فترة انتقالها من مدينة لمدينة أخرى. طبعا أكيد أنه يكون في اختلاف كبير، يعني لما الخيل أنها تنتقل من منطقة إلى منطقة طبيعي أنها تحتاج إلى وقت أنها تتكيف. النقل راح يأثر عليها طبعا، المشاكل اللي قاعدة تصير، تغير الأجواء بين الرياض وبين الطائف، وغالبا أنه هذا يعني يسبب مشاكل مثلا في الجهاز التنفسي، مشاكل على مستوى جهوزية الحصان للسباق. فبالتالي أنه المفترض أن المدربين يحرصون على هذه الأشياء. المفترض أنه أساسا كان المفروض أنه التنسيق أو الترتيب لها من بداية النقل من هناك، أنه يحافظون على رفع مناعة الجياد قبل لا تنتقل من أو قبل لا تحصل عملية النقل. طبعا هنا في الرياض الجياد طبعا حتكون منهكة نوعا ما، في زي ما تكلمنا قبل في الحلقة الأخيرة في موسم الطائف أنه يحصل فيه أمراض معينة اللي هو ما يسمى بحمى النقل. الجياد طبعا تتعرض إلى حمى النقل يعني بنسبة معينة بحسب أنه يرجع هذا الموضوع أنه عندها المناعة، على حسب المناعة إذا كانت مرتفعة أو منخفضة. بعض الخيل ممكن تستجيب أو تتكيف بشكل أسرع، بعض الخيل تحتاج إلى وقت معين، راح يحصل عندها بعض الدروب في اللياقة البدنية، وأيضا في على مستوى يعني الجهاز التنفسي بشكل عام يصير عندهم مثلا بلغم، يصير عندهم مشاكل. نظام التحصينات اللي احنا سويناه في النادي يعني فرق مع المدربين كثير، انه مثلا الخيل كانت في السنوات اللي ما كان فيها تطعيم انه كانت المشاكل اللي تصير للخيل او رجوعها للميدان او سباقاتها خصوصا في الحفلات الاولى كانت يعني تتاخر كثير، كانت ما تجهز. لكن الحمد لله الخيل بعد تطبيق نظام التحصين صار فيه مساعدة، صارت الخيل عندها مناعة ضد الأمراض، صارت التهابات الجهاز التنفسي قلت، الكحة، البلغم، الأشياء هذه كلها خفت. فالحمد لله يا رب العالمين، يعني صار حتى المدربين صار عندهم وعي كيفية التعامل مع هذه الأمراض. برنامج التحصين طبعا هو بالنسبة للأمهار غالبا السنتين والخيل الكبار أيضا، الأمهارة طبعا تحتاج إلى 3 جرعات كلها تقريبا بين الجرعة والجرعة 21 يوم، من 14 إلى 21 يوم. بعد اكتمال الجرعة الثالثة بالنسبة للأمهار اللي ما سبق لها أنها سابقت، بعد الجرعة الثالثة ينحسب لها 6 شهور. الخيل الكبار أول ما بدأت من يوم ما كانت أمهار كان نفس النظام، والآن كل 6 شهور يصير عندنا تحصين. نفسياً أكيد الخيل تمر بحالة نفسية مختلفة، بتغير مناخها، بتغير السباق عليها، بتغير الأجواء. في حالتها النفسية برضو شلون تكون حالتها عادة؟ طبعا حالة النفسية بالنسبة للخيل طبعا حصان غالبا يعني يقول لك بال يعني اللغة الدارجة بين المدربين يقول لك والله الحصان واهسه ما هو بزين،
او مثلا يقول لك والله الحصان باله مو هو طيب اليوم. فهذه نفسيا فعلا لما يكون نفس الاوادم لما يكون الحصان او الانسان يكون مريض فغالبا تلقى انه في خمول، مزاجه معكر، ما له يعني ما له ما في طاقه انها مثلا يؤدي العمل بشكل معين. الخيل نفس الكلام ينطبق عليها نفس الموضوع. فبالتالي انه لما يكون الحصان بصحه جيده وسليم ما يعاني من اي امراض، ما عنده كحه، ما عنده بلغم، ما عنده مشاكل، ما عنده الام، ما عنده ارتفاع في درجات الحراره، طبيعي ان الحصان حيؤدي بشكل سليم. يا اهلا ومسهلا وحياكم الله في كواليس الابطال. اليوم نزور البطل حتم صاحب الخمس انتصارات، صاحب الريت 86، وراح نشوف مدى جاهزيه البطل حتم اللي راح يشارك ان شاء الله في كاس اسيا خلال هذا الاسبوع. خليكم معنا وتعالوا نشوف ونتعرف كيف حتم تمريناته وتجهيزاته وما خلف الكواليس. حياكم. ما شاء الله وصلنا للفرس حتم البطل اللي راح تشارك في كأس آسيا. هذه البطلة الفائزة في نسخة كأس آسيا النسخة الماضية، بطلة الخمس انتصارات. علم شلونك؟ yes. كويس؟ كويس الحمد لله كويس. ما كيف حتم؟ كويس ما شاء الله كويس. فرس بطل فيك ان شاء الله جيب كاس ان شاء الله كاس ان شاء الله ثاني مره في كاس ان شاء الله ان شاء الله فرس بطل فيك. طيب عشان ناخذ تفاصيل اكثر راح يكون معنا مدرب عبد العزيز الموسى. اخوي عبد العزيز ابو رشيد يعطيك العافيه، زرناكم للصبر اليوم. سلام يلا حيا يعطيك العافيه. الله يطول عمرك، شرفتونا. شلون تجهيزات حتم الكاس قرب، وكنا نبغى نتعرف اكثر عن تدريباته و ابرز التفاصيل يومها بشكل عام. ابشرك ان شاء الله حتم جاهزه ومستعد ان شاء الله لكاس اسيا، وباذن الله باذن الله ان شاء الله وعد الشريف هزاع ان شاء الله يجي الكاس الاسطبل الشريف بحول الاوقات وفرس باحسن حال، وعسى الله يوفقنا وياكم وشرفتونا بالزياره. مقدارك عاده كيف في تدريباتها؟ ايش التفاصيل اللي تميز حتم عن باقي الافراس الثانيه؟ حتم وباقي الافراس الثانيه كلها ابشرك ماشيه تقريبا على برنامج واحد على ليمت واحد، لكن بسم الله عليها الآن جاي بحضور جميل وفورمة طيبة، ونسأل الله التوفيق لنا وللجميع. أيضا تقريرنا مستمر مع زاهد، زاهد مساعد المدرب عبد العزيز موسى. زاهد شلونك؟ الله الحمد لله تمام زين الحمد لله. كيف فرس حتم؟ مرة زين ما شاء الله تبارك الله، وشغله زين وفرس من الله زين يمشي وأكل زينه وروح شغل مكسود وشغل مرة زين، وسياس مرة سوا اثنين امسك عشان يلعب زيادة ما شاء الله تبارك الله. وفرس يعني زين هنام وأكلم زين وروح سيدة مرة مكسودة ما شاء الله تبارك الله شغل مرة زين. يا اهلا وسهلا وسهلا معكم للفقره القانونيه مع بدايه موسم سباقات الرياض ومع الاستاذ مخلد رئيس لجنه التحكيم والسباق في موسم سباقات الرياض، واللي افادنا في معلومات كبيره جدا في موسم سباقات الطائف. ونتجدد معكم في هذه الفقره القانونيه، وموضوعنا اليوم واول مواضيعنا لهذا اليوم نتكلم عن الخيال المتمرنين وفي اشواط المستخدمه بدون الكرباج. يعطيك العافيه ابو بندر. يا هلا مرحبا حياك الله مره ثانيه ويا مرحبتين. عدنا لك مجددا في فقرة القانونية نوعي فيها الخيالة ونوعي فيها أيضا المدربين. موضوعنا اليوم نتكلم عن الأشواط بدون كرباج للخيال المتمرنين، ودنا نتعرف عليها أكثر وعن عملكم. الله ما يحييك. طبعا زي ما أنت لاحظت قبل اللقاء هذا كان عندنا الشوط الرابع، الشوط مخصص أساسا للخيالة المتمرنين بدون استخدام الصوت. كالعادة لجنة السباق والتحكيم تقوم باستدعاء الخيالة المشاركين في الشوط بدون استخدام الصوت، وتطلبهم قدام في أمام لجنة السباق والتحكيم وتعطيهم التعليمات اللي هي يفترض أنهم يأخذونها، إنه عدم استخدام الشوط بأي حالة من الأحوال. ثاني يعتمدون على اليدين وعلى الرجلين. ثالثا إنه في حالة لا قدر الله حصل له
أي إشكالية يقدر استخدام الصوت. هذه الحالة الوحيدة اللي يقدر استخدام الصوت، أنه لو حصل حالة خطرة يقدر يتجنبها ويتجنب سقوط أو الاعتراض على الخيالين الثانيين. فهذه الحالة الوحيدة اللي هي يفترض أنه يستخدم الصوت، وبقية الحالات من بداية الستارت لحتى النهاية ممنوع استخدام الصوت إطلاقاً، لا تلويح ولا تغيير من يد يد. هذا النظام اللي عندنا. بالإضافة إنه لو حصل وإن الخيال استخدم الشوط أو استخدم الصوت في هالشوط، إحنا نستدعيه ونوقف 3 حفلات. بالإضافة إنه إذا كان عنده ريكورد من النقاط في الأشواط الخاصة بالخيالة عدم الصوت تروح عليه. هذا النظام بشكل عام. شوطنا الرابع مشاهدين الكرام، اندفعت هذه الأسماء في شوط التكافؤ من 0 حتى 85 للخيال المتمرنين بدون استخدام الصوت. الصدارة لسانسيت أنتفاين المصنف 83 في الصدارة يوسع الفارق بدون استخدام الصوت. سانسيت أنتفاين هنا، تورنتو ياتي، سانسيت أنتفاين، تورنتو ياتي، تورنتو ياتي، تورنتو ياتي لانتزاع الصدارة في 50 متر. إذا مشاهدينا الكرام، تورنتو هو بطل لهذا الشوط الجواد. طبعا الهدف اللي وضعته إدارة السباق انه تعويد الخيالة انه ما هو اعتمد اعتمادا كليا على استخدام يدينك وعلى اعتماد، يعني الصوت احنا سامحين له ب10 ضربات في من بداية الستارت الى النهاية، ولكن احنا هدفنا وغايتنا الكبيرة انه فعلا حاول انك ما تستخدم الصوت حتى تبني الخبرة حقتك وتبني الكارير حقك على هالوضع هذا. وبالتالي احنا عندنا تقريبا 6 حفلات الان موجودة في موسم الرياض، حيتوج اللي حاصل على اكبر نقاط. طبعا الاول ياخذ 15 نقطة، الثاني 10، الثالث 7، الرابع 5، وهكذا لغاية نهاية الخمسة الأوائل. في مثل هالموضوع أخوي أبو بندر، شو ممكن توجه للخيالة القادمين والجدد اليوم في عالم السباقات؟ احنا نحاول طبعا جرت العادة ان نركز على الخيال اللي الجدد، بحيث انه قبل اعتماده كخيال يركب في ميدان الملك عبد العزيز او ميدان الملك خالد الحوية، ان نسوي الاختبار قبل ممارسة السباق عندنا. الاختبار هذا يتضمن عدة أسئلة، من ضمنها اللي هو موضوع استخدام الصوت. يعني من ضمن الأسئلة أو مقابلة الشخصية اللي نقابلها مع الخيالة، نسأله عن استخدام الصوت ونسأله ونوعيه عن استخدام الصوت وعن وزنه أثناء 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 التتويج وهكذا. فهذه من الحاجات اللي حنا فعلا نميها ونحاول نطورها في الخيالة الجدد اللي نركز عليهم، وهذا هم عماد المستقبل للفروسية. يا اهلا وسهلا، وصلنا معكم في فقرتنا وكواليسنا لليوم، وموضوعنا في كواليسنا اليوم مع الاستاذ نواف الشمري مسؤول ساحة التسريج عن البلينكر او ما يسمى باللهجة العامية البرقع وتركيبات البرقع. يعطيك العافية اخوي نواف. مرحبا، حياك الله. يا اهلا وسهلا، تشرفت بك اخوي احمد. يا اهلا وسهلا، تفضل الله يحييك. البرقع وتركيباته واهمياته في برقع للسباق، في برقع للتشغيل، وفي ايضا براقع معينة تستخدم في حال تنرفز الخيل، ودي تشرح لي اكثر عنها وايش البراقع اللي تلزمونها للمدربين اكثر. البراقع عدة أنواع يطلبها المدرب أثناء التسجيل المبدئي اللي هو قبل السباق يوم الأحد، تسجيله وتسجيل الثلاثاء يكون برنامج نهائي، يدخل على موقع النادي ويسجل اللي هو المطلوبات من برقع، من ربطة لسان، من خدادات، من الأشياء اللي يضاف على الجواد أثناء السباق. بالنسبة للبرقع اللي هو متواجد عندنا، أي جواد يجي للسباق ومسجل عليه في البرنامج أنه يركب له برقع والبرقع غير موجود يلغى منه، يعني ينسحب الجواد أو إنه يجيب البرقع ويركبه. لكن في براقع اللي هي تضاف أثناء السباق بالضبط، اللي هو هودريد اللي هو لونه أحمر، هذا الخيل اللي تتنرفز، الخيل الحارة اللي تروح للاسترد، تطلع من عند بدوك التسريج إلين نقطة الانطلاق اللي هو الاسترد، هذا يفك هناك. طبعا هذا إذنه عن طريق لجنة السباق والتحكيم، ولجنة السباق والتحكيم يوجهوننا أنه الجواد الرقم كذا الشوط كذا راح ينتقل في البرقع إلين الاسترد ويفك البرقع هذا في الاسترد. البرقع ايش يسبب، يعني ايش الأشياء اللي تفيد الخيل في هالبرقع؟
طبعا نقطة عامة يعني كل البراقع كل برقع له دور وله طريقة، لكن البرقع اللي هو لونه أحمر اللي يهدي الخيل، يعني طبعا البراقع اللي هو الغمامات العين والبرقع اللي هو يكون صغير والبرقع الفايزر والبرقع أنواع البراقع، لكن البرقع اللي هو الهودرد اللي هو تسكر الأذان عن الضوضاء وعن الصوت العالي عشان الخيل تهدى، خاصة خيل متنرفزة، هذا البرقع هو الوحيد اللي يروح للاسترد ولازم يكون لونه أحمر. في براقع نفس اللون اسود هذا يركب على الجواد وينطلق فيه الجواز، ما في اي مشكله، هذا يسجل مبدئي في اثناء البرنامج النهائي. يعطيك العافيه اخوي نواف على المعلومات القيمه. يا حبيبي تشرفت فيك يا حبيبي. هلا. يا أهلا وسهلا، وصلنا معكم لفقرة مايك الجمهور اللي من خلالها نتعرف على آراء الجمهور الزائر لموسم سباقات الرياض مع الأجواء الكرنفالية في ثاني أسبوع من موسم سباقات الرياض. سؤالنا اليوم وكالعادة، متى تأسس نادي الفروسية السعودي؟ خليكم معنا وتعالوا نشوف ونختبر معلوماتهم. يعطيك العافية، عرفنا باسمك. أخوك سعيد الشهري طامر. منى عبد الله. محمد جاموس مدير قناة مسائل الفضائية. الله يعافيك. أسامة هاشم. أول زيارة لك للميدان، كيف شفت السباقات وأجواء موسم سباقات الرياض؟ لا والله الحمد لله زيارات الميدان مستمرة، كل جمعة وكل سبت أكون موجود، وأنا متابع سواء إذا ما جيت أتابعت على شاشة التلفزيون. الحمد لله الموسم السنة هذه كان موسم جيد، الحضور طيب، الأجواء طيبة، الفعاليات الحمد لله في تغيير كامل في الميدان. أنا جيت من قبل موسم الطائف، جيت فتفاجأت ما شاء الله تبارك الله في تغير كامل في الميدان، يعني من ناحية الجمهور، من ناحية التجهيزات داخل الميدان، من ناحية تجهيزات الخيل. فالحمد لله يعني أتمنى أنه يستمر النادي في تطور دائم بإذن الله. من الجمهور القديم في الميدان. من أيام الملز؟ من أيام الملز. أكيد في أشياء تغيرت عليك بين الملز وبين اليوم الجنادرية. أي لا، فظيع صراحة التطور في الجنادرية والفروسية، فظيع مرة جميل. جيت قبل هالمرة ما شاء الله في توسع كتير ووسع أكثر من أول، وحتى يعني تطور أكثر من أول، وسمعت على الجوائز أنه ما شاء الله صايرة أكبر من أول بكتير. أي والله. لا والله هذه ما هي بأول زيارة، يمكن هالموسم أول زيارة نعم، لكن الموسم الماضية كانت لنا زيارات متعددة، يعني كل موسم لنا زيارات يعني الحمد لله. كيف شفتي تجهيزات موسم سباقات الرياض والأجواء؟ والله التجهيزات قوية، وكحنا نستناهم يرجعون من الطائف للرياض صراحة، والهانين عليهم. والله ما شاء الله تبارك الله، نحن نشوف حتى التغييرات على مستوى تجهيز الخيل وتنظيم الخيل، وأيضا كمان على مستوى الخدمات اللي تتقدم للجمهور. اليوم نشوف يمكن تنوع في التذاكر، حتى في تذكر المميز والتذكر العامة، وهذا يعني اللي يدل انه في اهتمام على مستوى الجمهور والخدمات اللي تقدم له. اليوم نشوف في تنوع صراحه في الخدمات اللي تقدم عن طريق الكافيهات، وايضا مطاعم متنوعه صراحه في الماكولات، الخدمات المقدمه الاسر المنتجه، ايضا الاستراحات والاماكن الخاصه للعوائل والخاصه للافراد، يعني صراحه تنوع ايجابي جدا، وهذا يدعم حتى حضور الجمهور للنادي. شلون معلوماتك عن الفروسيه وعالم الفروسيه؟ نختبرها. انا راعي خيل ولي مجال كبير في الخيل، والحمد لله انا مالك خيل، يعني من زمان كنت في تبوك مالك خيل وانتقلت لمدينه الرياض، والحمد لله يعني ملامس طيبه في الخيل يعني. والله يعني ها 40% خفيفه. اي ما يخالف، لان احنا الحمد لله يعني يمكن عائله فروسيه عصرنا يمكن عصر الاسطبل الازرق، ثم جاء الاسطبل الابيض، ثم جاء الاسطبل الاحمر، يعني الحمد لله احنا يمكن كل حقبه من السنوات يعيش له عصر ذهبي للاسطبل بالاسطبلات. نحن يمكن من العصور السابقه يعني احنا قاعدين نتابع، يعني ايام كان ينقل على القناه السعوديه ثم تطور شوي على القنوات السعوديه الرياضيه، ثم تطور شوي وافضل صار صراحه على قنوات SSC، وهذا يدل حتى في اهتمام على مستوى النقل والبث التلفزيوني. متى تاسس نادي الفروسيه السعودي؟ اعطني خيارات. الخيار الاول 1390 هجريا، الخيار الثاني 1400 هجريا، الخيار الثالث 1385. 1385. تأكد منها؟ اي نعم طبعا. 1390. تأكد منها؟ ان شاء الله. من خلال اطلاعي واتذكر الشعار، اذا ما خانني الظن 1385. اذا ما خانني الظن. تأكد منها؟ والله ماني متأكد. اعطيك الخيارات. اعطني خيارات. طيب الخيار الاول 1390 هجري،
الخير الثاني 1400 هجري، الخير الثالث 1385 هجري. 85 اعتقد. تأكد منها؟ اي ان شاء الله. الإجابة صحيح. الله يجزاك خير، الله يعافيك، شكرا. اظن اللهم صل على الاول 1385 هجري. تأكد منها؟ تقريبا ايه. نعم. اجابتك صحيحة، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، تشرفنا فيكم، شكرا لك، شكرا. الاسبوع الثاني من موسم سباقات الرياض. الموسم الأضخم في عدد بطولاته وجوائزه. يبتدي هذا الأسبوع مع كأس آسيا وكأس أمارة الرياض. لهذا الكأسين بطلان قد توج به في النسخة الماضية، وحققوا انتصارهم بجدارة على مسافة 2000 متر ومسافة 1400 متر. ليحين موعد الكأس ويتجدد اللقاء. هل سيعود حتم إلى الأضواء بعد أن انتزع صدارته مع مدربه السابق شالح العضياني، أم سيكون هناك حال آخر مع مدربه عبد العزيز الموسى؟ ليكون سؤالنا من ساحة الاستعراض. أخوي عبد العزيز، يسعد مساك. وصلنا إلى الشوط الأهم في أمسية يوم الجمعة، كأس آسيا. شلون جاهزية حتم اليوم؟ حتم انتقلت تدريبا من أخوي شالح إلى أخوي عبد العزيز، هو الأكثر ترشيحاً اليوم بانتصارات الخمس. كيف جاهزيته للشوط اليوم؟ بالنسبة لحتم إن شاء الله بإذن الله أنه حاضر إلى السبق، وعسى الله يوفقنا والجميع. طبعاً في مجموعة خيل كويسة سواء عند الأمير فيصل وعند شو اسمه فرس اسمه زهرة تشرين، هذه ما شاء الله فرس ثابتة المستوى. وفرسي إن شاء الله، إن شاء الله شوف حضوره كويس، نسأل الله التوفيق لنا ولهم وللجميع. أيضا لازلنا في جولتنا مع المدربين المشاركين. أيضا معنا المدرب بدن السبيعي مع حشورية اللي راح يشارك في كأس آسيا. أبو علي يعطيك العافية. يا هلا يا هلا أخوي أحمد، يا مرحبا. جاهزية اليوم حشورية الكأس آسيا، أسماء كبيرة موجودة معك في الشوط، درة المغترة والاسم المرشح الأكبر حتم. كيف تشوف جاهزية حشورية مع الأسماء؟ والله أخوي أحمد الشوط كله قوي، الأفراس جامع نخمة الأفراس خاصة خيل السرعة، لكن نتمنى من الله التوفيق. إذا فرسي ما أثر عليها يعني بداية الموسم هنا والنقلة والجية، إن شاء الله أنا أشوف أنها معطتني 80%، لكن إن شاء الله نقول إن شاء الله تقدم اللي أنا متأمل فيها إن شاء الله تقدمه. أبو عامر يعطيك العافية. وصلنا للشوط الأهم، كأس آسيا. زهرة تشرين جاية من انتصارات متتابعة وراء بعض ما شاء الله تبارك الله في الطائف، شلون جاهزيتها في شوط كأس آسيا؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني الكأس دائما ما بتجي كأس لو أنت يعني الفرس بتكون في قمة جهوزيتها، والخيل اللي معاها خيل أبطال، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون الكأس من حظنا، والفرس أمورها زينة، خيالها الحمد لله نفس الخيال اللي هو نايف العنزي، وما تغير عليها شيء الحمد لله. إن شاء الله نقول إن شاء الله يكون الفوز من نصيبنا يا رب إن شاء الله. شلون جاهزية هيجانة مع الأسماء المشاركة معها؟ يا هلا مرحبا أخوي أحمد، الله يعافيك. والله يطول العمر مش متأملين خير إن شاء الله. صح إن فيها فراس يعني أربع فراس يعني توب يعني بصراحة، اللي هي فرس الأخ بدن وفرس المفاز من خالد وفرس زهرة تشرين وحتم. يعني حتم إذا رجعت لمستواها هي رأس الشوط بصراحة، ولكن إن شاء الله نتأمل الخير إحنا فرسنا والله كريم. حتم بشكل عام اليوم تغيرت تدريباته من شالح عبد العزيز، هل على نفس المستوى؟ مهمة الحين بتاخذها على عاتقك أخوي عبد العزيز إنه حتم يواصل في انتصاراته؟ ما في شك، حتم حمل ثقيل الله يوفقنا وياه، لكن شالح وعبد العزيز ترى واحد يا جماعة، أنا وأبو فهد واحد وأنا أخوه، وإن شاء الله فرصي حاضرة بإذن الواحد الأحد. شوري جاي من انتصارين على نفس المسافة؟ إي نعم، على 1200، لكن مع خيل المبتدئ أول شوط، ثاني شوط يعني تقديرية 3 سنوات، الآن مع كأس مفتوح، كأس 3 سنوات، نتأمل إن شاء الله نتقدم مستوى ممتاز. معك اليوم أسماء كبيرة مرشحة حتم، وأيضا العديد من الأسماء اللي أيضا تماري، ومخوفتك الأسماء هذه مقلقتك شوي في جاهزية زهرة تشرين وفي انطلاقها؟ ما في شك الكؤوس ما تقدر تقول شيء عند الفنش، عندك برضو درة المغترة فرس معي بسيطة وحتم وتماري، يعني في الشوط في أفراس ما شاء الله تبارك الرحمن، وإن شاء الله نقول يا الله يا رب يكون من نصيبنا هذا الكاس. والله بصراحة أنا دور الميزان، أنا عندكم واقعي
يعني فرس اذا دست في الميزان الزين مع الفرس هذه تعتبر انها في تقدم، لان فرس مبتدئه كسبت وديتها لدرجه ثالثه ووزنت، فاذا جت من الثلاث الاوائل مثلا والاربع الاوائل معناته في تقدم كبير، فهذا اللي نطمح له. ولكن يعني اذا الهدف الاول اذا يعني نجرب الفرس مستوى مع ذي الافراس، لانها بعد كذا حتقابل افراس كويسه. تقول الفرس زهره التشرين على خط النهايه؟ والله ان شاء الله، الله ما قصرت معنا صراحه الحقيقه، ثلاث كسبات وموازين، وجاي ان شاء الله نقول يلا يا رب التوفيق يا رب. على خط النهايه شو تقول الحتم؟ اقول الله يوفقك ان شاء الله هتصور معي باذن الله. ايضا احد اهم الاسماء القويه في هذا الشوط اللي ممكن تسوي مفاجاه بانتصارها تماري لاسطبل الابيض لابن الملك عبد الله مع مدربها اللي عاد الى الساحه مجددا نيكولز، مثل ما تشاهدون يعطي الخطه للخيال محمد الدهام. فتحت البوابات اذن للاندفاعات 11 اسم، حاتم في المركز الخامس، بينما المقدمة ما بين زهرة تشرين والحشورية أول وثاني. اللحظات الأكثر حسم، هل يحسمها نايف مع زهرة تشرين؟ حتم قادمة يا سادة للمركز الأول، قادمة كأس آسيا لحتم ابن الوطني بشعار ابناء الشريف، هزاع بشكر العبدلي. وحتم يسويها في كأس آسيا ويحقق الانتصار السادس. معنا عبد العزيز الموسى، الفرحة الفرحة اليوم مع أبو عبد الله، بالمبارك الفوز. الله يبارك فيك يطول عمرك يا حبيبي، اللهم لك الحمد وبارك للشريف هزاعة المناسبة. أنت قلت في ساحة التسريج تبارك لي بالفوز ونقول لك ألف مبروك، سواها في انتصارها السادس، أثبت حتم أن اليوم ما يفرق مع مدربه أو ما تفرق مع مدربه الفرس، واعده بالانتصارات دائما على الخط النهائي. اللهم لك الحمد ولك الشكر، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، والفرس الحمد لله اعطتني شغل ممتاز وصحتها الحمد لله زينه، عليك تزين، عشان كذا قلت لك عند التسريج باذن الله ترجع تبارك لي اليوم، فالحمد لله رب العالمين على هالنتيجه الطيبه. توفيق لك الشريف. ابارك للشريف هزاع بن شاكر العبدلي اول كاس ان شاء الله، والقادمه خير باذن الله. من أمسية السبت كأس عمارة الرياض يتجدد الموعد واللقاء لنستذكر بطل هذا الكأس النسخة الماضية. مغالط يباقت، يباقت مغالط أم مشبهر، مغالط يباقتهم، مغالط يباقتهم على خط النهاية، وصورة كاميرا خط النهاية ستوضح لنا الفائز، ربما مغالط وربما قارعهم. قارعهم ومع مدربه محمد البعيجان، والذي سجل انتصاره النسخة الماضية والتي قبلها مع مسياف بشعار البعيجان، الاسم الذي تكرر في انتزاع كأس أمارة الرياض. هل ستكون هذه النسخة حالفة بالحظ مع نفس الشعار، أم سيكون بطلا آخر بشعار آخر؟ يعطيك العافية أخوي محمد، وصلنا للشوط الأهم، كأس أمارة الرياض. اسم وشعار البعيجان تردد على كأس أمارة الرياض ما شاء الله تبارك الله، نسختين مسياف وقارعهم. كيف جاهزية قارعهم اليوم وكيف جاهزية مسياف، وهل بيسجلون انتصارهم للمرة الثالثة على التوالي؟ اللهم لك الحمد، حفى اسطبل البعيجان 1442 و1443، ونتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا اليوم ويصير الثالث بإذن الله، ثالث إن شاء الله ثابتة. أخوي فيصل، وصلنا لأهم شوط عندنا في أمسية اليوم السبت، كأس أمارة الرياض، شلون جاهزية المبير؟ واليوم أسماء موجودة معها قوية بريتاتها وبمشاركاتها، وبطل أيضا لكأس أمارة الرياض قارعهم موجود. والله الشوط اليوم يعتبر بروفة الكأس والأبير محمد بن سعود، كأس الوفاء، والجاهزين إن شاء الله نرجي بالله التوفيق، وبغض النظر عن أي نتيجة يقدمها اليوم المبير يعني معذور إن شاء الله، وإن شاء الله نرجي بالله الفوز يكون حليفة بإذن الله.
اخوي احمد يعطيك العافيه. ابو هشام وصلنا لشوط مهم جدا، كاس اماره منطقه الرياض. الشوط يحمل اسماء كبيره جدا واسماء مشاركه من عندكم، راسين بالشوط من عندكم، اعتقد انها مهمه ما هي بسهله. اليوم كيف جاهزيه هولان والكثير وبريتاتهم وانتصاراتهم اللي جايين منها؟ الحمد لله هولان له سنه ما ركب تقريبا، العام ما ركب، راح على الطايب وما ركب، تعب بده شوي بس كثير الحمد لله ان شاء الله كويس. الشوط نفس ما انت شايف الاسماء قويه مره، وماسس ممكن جاني بعد من اخر حفل في الطائف، وبديت معه يعني في الشغل واشوف اعطاني مؤشرات كويسه، ونايف يركب في الشغل ومجاوب معنا، فللامانه ما في اصلا هو شوط انتاج الا ذا الشوط، واعطانا لمحه وقلنا نشوفها في السباق نجربه، وجت خيل زينه وهذا المطلوب اصلا، اذا ما جربت حصانك مع الخيل الزينه ما تعرف مستواه. ترتك الاسماء اللي موجوده معك اليوم، بطل كاس اماره الرياض على نسختين موجوده. والله فيه موجود اللي هو خيل أخوي أبو ياسر خيل جديرة، وفيه الجوادين خيل الأمير سعود بن سلمان هولان وكثير، والجواد ما يهمه، كلها غريبة، ما هي بغريبة أن أي أحد يكسب في الشوط اليوم. وحصان اليوم رايح تجهيز الكأس الوفاء، يعني ما راح إن شاء الله يكون، يعني إن شاء الله نضغطه بكثر ما يكون أنه يكون تجهيز له بإذن الله الكأس الوفاء. قارعهم راح الطايف ركض 4 مراكيض، مرة في التقديرية هي اللي مرة واحدة طلع منها برا الميزان، جاء سادس قريب معهم، وركض مع المستورد جاء ثاني، وركض مع المستورد ثالث، وآخر سباق له آخر قبل آخر ختام في الطائف جاء ثاني في الكاس. ومسيافة راح الطائف كان مرتاح له 9 شهور، أدى سباقين ما حبينا نطلب منه هاي المستوى، وجاء الأسبوع الماضي مع المستورد جاء 7، واليوم إن شاء الله متملين فيه الخير. توصياتك النايف؟ توصيات النايف للأمانة يعني يكون واقع معك، قلت له دور الخامس، وإذا جاء اللي بعده الله ربك كريم، نطلب من الله حنا. ثقة مهزوزة معك عبد الرحمن. لا أنت إذا كان ريت حصانك 66 وأول مركاض عندك ولا تعرفه مضبوط وما له إلا 3 أسابيع شهر تقريبا، والخيل يعني ريتاتها 100 99 95، لازم أكون واقعي، مو ثقة مهزوزة، لازم أكون واقعي عشان أعرف أنا إن شاء الله كيف تتطور. شو تقول لقارعهم ومسيف على خط النهاية؟ أقول إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد النبي نرجع مبسوطين إلينا بإذن الله. مسيف بيعود نسخته مو بالماضية، اللي قبل الماضية، بإذن الله أن اليوم له كلمة كبيرة. قل له على خط النهاية المبير. والله نرجي بالله التوفيق إن شاء الله، ونقول إن شاء الله نرجي بالله نحن نهدي هذا الكاس لأبو فهد الشيخ الغيمش. فتحت البوابات لشوط من الأشواط المهمة، الأشواط الكبيرة للمركز الأول هولان، وبقوة ما شاء الله تبارك الله، المبير قادم، المواجهة الكبيرة يا سادة. الداخلي هولان من المسار المبير على خط النهاية بطلا لكأس إمارة منطقة الرياض. بالمبارك أبو محمد على فوز المبير، كان ماسك الشوط بشكل كبير جدا وفاجأ الجميع اليوم، مع العلم أنه وجود اليوم في اسمين مرشحة المبير اليوم انتزعها من بينهم. شكرا على هذه المقابلة، والمبير قدها والخيل اللي معه قد الشوط هذا، حسبنا حساب الخيل اللي معه، عارفين في حصان بيمشي وعارفين في حصان بيجلس معه، وقلنا لا تستعجل إلا من 4% خلاص، بس إنك تكون قريب للأوائل، والحمد لله الله وفقه، وفقنا معه، وفق فكتور بمسك السيد وطلوعه على الحصان، والحمد لله والشكر له. هالفوز والفرحة تهديها لمين؟ والله أهديها الحمد لله والشكر له، أهديها لأصحاب الخيل والمشجعين بأكملهم، نهدي لهم هالفرحة والمشجعين لنا. المبير اليوم بعد كأس أمارة الرياض وين نشوفه إن شاء الله؟ في خطة لا معينة، في تجهيز لا معين؟
مهما كان حصان بطل لازم له خطة معينة وله كل شيء، وعلى الوقت المناسب إن شاء الله تشوفون المبير مسجل بإذن الله. أخذت كأس أمارة الرياض، أصبحت اليوم مسجلة مع أحمد أرج. الحمد لله، هذا اللي أتمناه، أتمنى كأس الرياض أنه يكون عندي، أمارة الرياض أنه يكون عندنا، والحمد لله الله حققنا به. ما شاء الله تبارك الله، مبارك الفوز، ما لبست البشت إلا في ثقة عالية عندك على فوز المبير اليوم. الله يبارك فيك ويبقيك. الحمد لله، نحمد الله على هذا الفوز، نشكر أبو فيصل الله يطول عمره. دخوك بعد كاشخ اليوم، الكل كاشخ اليوم بالفوز. مبروك الفوز. الله يبارك فيك. فرحان مع المبير؟ أكيد فرحان، هذا حصان بطل ما شاء الله، ريته 105، إن شاء الله نشوفه بكأس السعودية. وفي ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، إن شاء الله استمتعتم معنا في أهم الفقرات والكواليس والأحداث اللي شملت هذا الأسبوع لكأس آسيا وكأس أمارة الرياض. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي أحداث منوعة، نشوفكم إن شاء الله على خير.